احنا اليوم اجتمعنا بالاتحاد الاردني لكره القدم مشان المباراه الاخيره اللي صارت الاحداث اللي فيها. طبعا جمهور نادي الرمثا ليس طرف من هاي الاطراف. جمهور نادي الرمثا بعد ما انتهت المباراه طلع من المباراه وانتهت المباراه وروح الجمهور وما صار اي شيء. اللي صار انه داخل الملعب احنا كجمهور ونادي الرمثا لا نعلم شو اللي حصل داخل الملعب يعني. وبالنسبه لنا احنا كنادي الرمثا احنا ونادي الوحدات نادي توأمه ونادي اخواننا وجماهيرهم حبايبنا واحنا جماهيرنا بتحترمهم وهم بيجوا عندنا على الرمثة كاهل ومنروح عليهم على القويسمه كاهل. واحنا دائما احنا ونادي الوحدات يعني عندنا توأمه وعلاقات تربطنا مع الادارات السابقه والحاليه وكلهم اخواننا واحنا دائما على تواصل وتنسيق معهم بما يخص الكره الاردنيه بالذات.